اسمح لي اقول لحضرتك ان انا عندي معلومات بتؤكد ان هناك لقاءات سريه عقدت بينك وبين قيادات من جماعه الاخوان المسلمين بعد 11 فبراير حتى الان. هذا غير حقيقي، يعني غير حقيقي على الإطلاق. أنا ما التقتش بالكتاتني وسعد الحسيني مثلا؟ سعد الحسيني عمري ما تقابلت معه، التقيت بالدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد مرسي من حوالي شهرين ثلاثة في عشاء اجتماعي كان فيه الكثير من الناس. كان في بيت صديق مشترك، يمكن يكون في بيت صديق مشترك، إنما هذا هو اللقاء الوحيد وكان يمكن من 3 أشهر، ولم ثلاث نتكلم شهور ولم نتكلم في السياسة حقيقة، لم نتكلم في السياسة. ما يقدرش حوار حول يعني في ركن كده في هذه المناسبة الاجتماعية، واسمح لي يعني ان انا اقول لك انه إنهم يدعموني يرشحوني لا، ما يمكن ان نسميه تحالف سياسي على الإطلاق، خالص على الإطلاق. يعني هذا بقول لك عشان انا هذا، وانا اعرف سعد الكتاتني واعرف دكتور عصام العريان من قبل الثوره، وكانوا بيقولوا ببيتي، انما بعد الثوره لم اتقابل الا مع الدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد مرسي منذ 3 أشهر في عشاء اجتماعي لم نتناول فيه السياسه على الاطلاق، او على الاقل اي تحالفات. كنا لسه قبل الانتخابات وبنتكلم في الظاهره السلفيين وبنتكلم في مستقبل مصر. هذا هو لقاءات سريه انا هو يعني هو هو لقاء لم يعلن، لانه كان عشاء خاص، لانه كان عشاء خاص، لم يكن اطلاقا عشاء سياسي، كان عشاء اجتماعي. الدكتور الكتاتني، واسمح لي ان انا اكون مشاكس شويه بس، الدكتور الكتاتني ما قالش لحضرتك ان الاخوان المسلمين مستعدين لدعمك في انتخابات الرئاسه بشرط ان حضرتك تدعمهم في الانتخابات البرلمانيه؟ على الاطلاق، خالص على الاطلاق، ولم نتكلم حتى في دورهم في الانتخابات البرلمانيه، ولم نتكلم كلمه في ترشيحي للرئاسه، كلمه على الإطلاق. ولو كان كنت هقول لك يا ملكي. أكيد طبعا.